لك رجال يلا يلا ولا لك رجال في الدكه اقعد معهم ولا مع وصل المدينه عويس لدينا لينادينا يلا بسرعه روبن بسرعه يا سلمان الله يا اخي يا بي... سلمان سلمان اربع اربع كرات ورا بعض ولا تبيها صح اوه الحمد لله بغي يسجل لنا بغي يصير مهاجمنا عبد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة الخير اليوم عندنا قمة كبيرة يا جماعة الخير بين الهلال والاتحاد فاليوم لا مجال للأعذار من قال لي متوتر؟ من قال اللي متوتر من قال اللي متوتر حرفيا فكل التوفيق للفريقين قبل ما يبدا المقطع لا تسلّك لك سبسكرايب وخلوكم مع ردة الفعل اوهو ما هذا الجمال الاتحاد محظور يا تحدي وينكم الحين نوصل درجات فاضيه ولا يتهيأ لي عيال ولا ما متفاعلين عاد والله يا جماعة الخير اقسم بالله مباراة صدق هذه صعب توقعها اداء الهلال في المباراة الماضية كان سيء بس باذن الله اليوم مترو فاير يشتغل اهم شيء مترو مترو اذا يشتغل فزنا سلمان

يا ساتر كلي بالي بلاي ايش فيكم اوه الحمد لله هذا حلو هذا سيرجي 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 اوه يا سيرجي يلا نبغى تاريخية يا عيال هذه المباراة إذا فزنا يا عيال متصدرين <تصفحك> بأكثر نادي فايز بمباراة متتالية هذه نبيها وعلى حس الاتحاد مرت ثلاث مرات حلوة جدا يا فوز. وحش وحش يا, يا سلمان يا وحش يا سلمان يا وحش سلمان. يا وحش سلمان سالم يا سالم مرتدة خطيرة 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 فاول فاول ايوه كرت يا سلام يا سلمان يو يو يا سالم يو لازم تطبل سالم لازم سالم اي لمسة تطبيل يا سلمان لا الله يستر الله يستر الله يستر, يستر يو ساتر يوه الحمد لله الحمد لله سلمان يا سلمان ما في فاول يا سلمان يا اخي لا حول ولا قوة بالله يا سعود يا اخي كوليبالي ايش فيك؟ كم جم الله شيل شيل يا شيخ الله يستر الحمد لله شكرا حجازي شكرا يعطيك العافيه الله على التمرين الله آه مالكم فلتت وحش سعود وحش سعود وحش سعود مالكم مالكم معك سعود سيرجي حلو اوه مالكم مالكم مثل سعود مالكم سعود اخطر اخطر والله لا يا سلمان يا سلمان أسهل, اسهل 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 يا سلمان يا رحب امك لا تجلطنا ثاني لبسه كذا خذ لك سلمان كابتن على عيني وراسي يا سلمان بس وش اللعب؟ <applause> ها آه، نفس حقة كانزي نفس حقة كانزي فيها طرد انا شوف ردة فعل احمد الغامدي كان جاب العيد اوه 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 أو. ردة فعله واضح انه جاب العيد اتوقع الحكم ما يبغى يعطي احمر لانها بداية المباراة بس والله انها نفس حقة كانزي يلا يا سلمان يلا يا سلمان يلا يا روبن يلا يا روبن روبن يوه يوه, 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 يوه <applause> يا روبن يوه يا سلام الله يا سلمان سلمان يا سلمان يا سلمان اليوم أسوأ لاعب يأخذ كروت ما منها فائده والروبن خطيره يا روبن يا روبن اسطوره يلا يا مالكم يلا يا مالكم يلا, يلا سالم يرتقي وش صار؟ في حادث صار بس اكيد متروفيتش وراه يلا يا سالم حلوه حلوه المرور يا سلام يا سالم مترو سالم مترو سالم يا سلام مالكم 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 يوه سيرجي سيرجي يا عمري سيرجي المرور <applause> والله مر والله مر الغامدي يا وحش السعود يا وحش السعود 10 على 10 ما شاء الله 10 على 10 ما شاء الله حلو يا مالك ما فيها فاول ما فيها فاول ما فيها فاول امشي في يا سلمان سلمان نظري مين يا اخي خشتوني مر كذا من ثلاثه وحش عويس وحش ثقة وحش عبيال ما يفتحون صح اليوم كلي بالي يا كل بالي يا روبن حلوة يا روبن يلا يا سعود يلا يا سعود يلا يا سعود يلا يا سعود يلا مالكم يلا يا مالكم استلام سلامك سلامك يا مالكم طيب يا جماعة خير شوط أول والله العظيم ضغط اتحادي والهلال ما في أي ردة فعل إلى الآن بإذن الله شوط ثاني يكون أجمل اذا وصلت هنا لا تنسى سبسكرايب ونراكم الشوط الثاني. بسم الله بدا الشوط الثاني يا جماعه الخير والعميد رفع التيف والمدش مكتوب والله مو بواضح من هنا. آه لا يعني. والله مر والله مر الله يستر. وحش عويس يا وحش عويس والله عويس رجل والله رجل ورجل قليل. سلمان يا اخي سلمان بيجلطنا والله بيجلطني سلمان بس ما متى. يا سلمان يا اخي؟ وحش وحش مالكم يا اخي خلاص خلاص يا سلمان كم تمرير الخطا وحش يا وحشة سالم يلا بسرعه الروب بسرعه يا سلمان الله يا اخي يا أخي. سلمان سلمان اربع اربع كرات ورا بعض ولا تمرير صح ركزوا ركزوا سلمان طلع تكفى دخل كنو بس نفوز صدقوني لو دخل كنو بنفوز بكل سهوله بعد يلا يا سلمان ولا تمريره صح ولا تمريره صح ولا تمريره تمرير حلوه يا وحش عويس يا وحش عويس يا سلمان يا سلمان تا يا وحش عويس طار طار باتمان حقنا ضوء ولا مع وصل المدينه عويس لدينا لان دينا وحش بالله بدا سلمان تكفى بدا سلمان الفرج ايه ايه يا تبديل حلوه سالم يلا يلا يا مترو يلا يا مترو من لبسه من لبسه يا, يا شيخ من لبسه يا شيخ يا روبن والله هذه حلوه هذه والله هذه حلوه يا روبن 90 الحمد لله بغي يسجل لنا بغي يصير مهاجمنا عبد الله السلام سيرجي سيرجي يا لعيب يا سيرجي الشهراني عاد عاد الطائرة عاد الصاروخ يلا يا العين جايينكم يا العين ياسر اليوم وشو... ما شاء الله عاد الى المستوى عاد 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 ياسر يا سيرجي يا سيرجي يا سيرجي يا يا ياسر حلوة يا لعيب يا عمري انها مهاجم خسر مثل سجل هذه يا سلام يا ياسر يا سلام يا ياسر يا سلام يلا الشهراني عاد

مالكم 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 يلا يا سعود يا مالكم رجع 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 يلا يا مالكم مالكم مترو لا وصلت المترو يا لعيب سالم كعب يلا سيرجي 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 مرر الحمدان يا اخي روبن روبن لو مررت الحمدان حلوة يا سيرج المرور بس لو مررت <applause> حلوة مترو يلا الحمدان حلوة يوه يلا يلا روح الحمدان روح نسى الكرة نسى الكرة الحمدان نسى الكرة والله سليعان طلع طلع بيضة كندر مالكم مالكم, مالكم. مالكم سالم سالم اوه يا سالم كانت خطيره والله باذن الله يسجل اليوم باذن الله يا رب يسجل سالم يا رب يا رب يسجل سالم و ألف ريال و ألف في اليوتيوب يا رب سوي اشتراك كلها يا جماعه عشان نوصل ألف ان شاء الله على نهايه السنه يا وحشه روبن يا وحشه روبن يلا سيرجي 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 سعود يلا يا سعود سعود سيرجي يا

ايش في حمد الله ايش في حمد الله يلا اطلع برا اطلع برا يا شيخ اطلع برا يا بكايا يعني ايش تبي يعني بتطقم اربع لاعبين وش تبي ايش تبي يا عبد الله انت اللي دا... انت اللي داخل على كوليبالي انت اللي بادي معه تعنق في كوليبالي يلا 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 برا يلا يلا برا يلا ونادي كرجال يلا يلا ونادي كرجال في الدكه اقعد معهم يلا يلا يا عل ثاني يلا يا مترو يلا يا مالكم مالكم يا ايريا اضرب يا مالك اضرب اضرب يا شيخ اضرب الو جاي جدة الو الو اتحاد شوفوا الاتحاد يا عيال ما اشوف شيء انا يا سلام يا كنو يا سلام يا بيترون فاير خير سوى شيء صح في اخر المباراة وحش يا مالك وحش الساكسوكا تستاهل <applause> هذا الهدف خلاص تعال يا عيناوي تعال تعال يا وتعال الهلال يتأهل ويقابل العين في نصف النهائي من أقدام مالكم ياسر الشهراني ألف مبروك للهلال هارت لك الاتحاد قدموا مباراة كبيرة ولكن طلعوا من طورهم من تحديق. طلعوا من طورهم خاصة من بعد هدف ياسر الشهراني الهلال يضرب ذهابا وايابا ذهاب سجل هدفين في الشوط الاول وفي الايام سجل هدفين في الشوط الثاني اجمع الخير الى هنا وصلنا المقطع شكرا لكم على المتابعه كان معكم ذا ترو جينا جده ولا لقينا احد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته